حكينا عن الوارفارين بالفيديو الماضي وكيف كان متربع على عرش المميعات، بعدين دخلت أدوية جديدة، مميعات حموية جديدة يفترض فيها أكثر أماناً، بدنا نقارنها مع أو نثبت إنه إلها دور باستطبابات معينة. كنا عم نحكي عن استطباب الرجفان الأذيني بدون آفة صمامية مع استطباب للتمييع، وقلنا إنه من غير الأخلاقي إنه نعمل دراسة بلاسيبو ترايل، مثلاً الدواء الجديد مع البلاسيبو، غير أخلاقي هذا الكلام. كمان من المخاطرة إنه نجازف إنه نحاول نثبت إنه الدواء الجديد أفضل من الدواء القديم اللي هي السوبريوريتي ترايل، لأنه ممكن تفشل الدراسة ببساطة وبالتالي نخسر فلوس بدون مبرر. فالأفضل بهيك حالات إنه نلجأ لنوع من الدراسات اسمه نون انفيريوريتي. نون انفيريوريتي إنه هذا الدواء الجديد ليس أقل من الدواء الموجود، ليس أقل بمعنى إنه إما معادل له أو أفضل منه. هيك تصميم الدراسة بيكون، هي اسمها نون انفيريوريتي. ما معنى انه مماثل؟ معنى مماثل انه يحقق نفس النتائج. رح احكي بارقام كبيره مشان يكون ابسط الموضوع. على فرض انه الدواء المعياري، مثلا دواء الوارفارين خلينا نقول، يعني اللي هو موجود باستطباب معين، عم يحقق اوت كم 40%. انا كبرت الرقم مشان يكون الموضوع اوضح. طيب لو الدواء الجديد هو الدواء اكس، دخلنا بتجربة مقارنة بينه وبين الوارفارين هيد تو هيد مثل ما بيقولوا، فطلع بعد التجربة انه او بنهاية التجربة الاوت كم تبع الوارفارين هي 40% مقارنة مع الدواء الجديد كان 38% او 42%، يعني مو نفس الرقم، 45% 35%. هل هذا يعني انه متماثل؟ هون بقى بيدخل مفهوم جديد لازم نحدده بهي الدراسات. النون انفيريوريتي هو المارجن، اللي هو الحد، اني انا بحدد مقدار معين اذا النتائج كانت ضمنه فبالتالي دوائين متماثلين. يعني لو حطيت المارجن هو 10%، عاده بتاخذ خلينا نقول 10% من الاوت كم الاساسيه. فعلى فرض انه الوارفرين معروف انه الاوت كم تبعه كانت هي 40% بالدراسات السابقه، فانا بحط مارجن 10% يعني 4. فلما الدواء الجديد بيعطي اوتكم حتى 44% فهو يعتبر مماثل. اذا اعتبرنا دراسات التماثل بيكون بلس ماينس، فبتكون من 36% بلس 4 وماينس 4 بلس 10% وماينس 10%. فمن 36% ل 44% لو طلعت نتائج الدواء الجديد بهذا المجال فهو يعادل او يكون مماثل الدواء القديم اللي هو عم نحاول نثبت انه هن متماثلين. هذا هو المارجن، هذا هو تعريف المارجن. لما بيكون نون انفيريوريتي بيكون من طرف واحد، انا عم حاول اثبت انه هو ليس اقل. هي ما حادخل فيها بتفاصيل كثير لانه صراحه تحديد المارجن للامانه من الاسرار الحربيه خلينا نقول اللي جماعه الاعصاب بيحتفظوا لنفسهم فيها. الخبره السريريه بتلعب دور بتقييم المارجن، يعني انا لما بدي اقول انه 10% هون مثلا هي هي الاهميه السريريه لهذه، لا يوجد اهميه سريريه لهذا الفرق، اضافه لاني بستعين بالنتائج السابقه للدراسات. بضرب مثال، مثلا دراسات اللو تايدال فوليوم مثلا اثبتت انه بتقلل المورتاليتي من 40% ل 30%. فانا لما بدي اختبر طريقه جديده بانه هي معادله للو تايدال فوليوم، انا المارجن ما بصير اخده 10%، لانه اذا اخذته 10% انا بوصل للبلاسيبو تقريبا. فممكن اخده مثلا، يعني عفوا، اذا اخذته 10 يعني من 40 ل 10 بلس 10 ماينس 10 المورتاليتي مثلا، انا بوصل تقريبا للبلاسيبو افكت. فبهيك حاله لا، انا باخذ 10% من القيمه الاساسيه. مره ثانيه الدراسه بتحكي لك انه شو هو المارجن، شو اللي اعتمدوه، شو هو الحد اللي اعتمدوه، بس كيف اعتمدوه بده ربما محاضرات مفصله، وانا بتمنى منكم ترجعوا تقراوا عن هذا الموضوع. طيب قلنا انه المارجن تحديده شوي حيكون يعني بده قراءه اكثر من مجرد فيديو. الامر بيزداد تعقيد حقيقه لما تتذكروا انه نحن ما بنعطي نتائجنا كرقم محدد، نحن بنعطي نتائجنا ككونفيدنس انترفل، في عندي مدى من كذا لكذا 95% من القيم بتكون ضمن هذا المجال. هيك بتعطي النتائج لما بتعطي نتائج الدراسات. مثلا المرتدي كانت 40% بيكون جنبها النتائج محصورة بين مثلا 38 ل 42 ب 95% الكونفيدنس انترفال. هيك بتكون، فالموضوع حيكون اعقد من هيك صراحة لما بتحكي عن النون انفيريوريتي، انه شو هي النتائج وشو هو المارجن اللي اعتمدناه.
في الاف دي اي في عندهم نشرة او مثل دليل بيحكي عن النون انفيريوريتي ترايلز، انه شو شلون بيصير، شو تصميمه، حوالي 50 صفحة بنصح المهتمين انه يرجعوا يقرأوه. في شرح جميل للأعمدة، انه انا كيف انا بحط الفورست بلوت اللي هو كنا نستخدمه بدراسات الذكر، وانه هو بيقطع الواحد ما بيقطع الواحد بدراسات سبريريتي. هون بهي الدراسات بيكون في خطين، بيكون خط الواحد او خط الصفر اللي هو بيقول انه الدراستين مثل بعضهم، وفي خط المارجن اللي هو بيقول انه هذه الخط اللي على اساسه اذا انقطع هذا الخط فبالتالي بيكون في شرط الدراسه انخرق، لازم يكون غير مقطوع. صعب جدا اشرحه على الفيديو، بده قراءه ومخمخه حقيقه، ممكن ترجعوا للنشره وتشوفوها. هلا شو نتائج هي الدراسه؟ بهي الدراسه رح تطلع بنهايه الدراسه ان اما الدواء جديد نون انفيرير اثبتنا الفرضيه، وبالتالي هذا الدواء اما مماثل او افضل، وبنروح على الاف دي او ناخذ ابروفال عليه. ليش بدي افضل هذا الدواء عن الدواء الموجود؟ مثلا نحن عم نحكي عن دواء اكس مقارنه بالوارفين، لما يكون ارخص مثلا، ما بيحتاج للاي ان ار، ما بيحتاج لمعايره الاي ان ار، ما نزوفه اقل، نسبه النزوف فيه اقل. هذا هو اللي يعملوا المضادات الجديده حقيقه، الابيكسيبان والريفاركسيبان والدابيجاتران، لما نزلوا اخذوا الترخيص بهذا الاستطباب اللي هو الرجفان الاذيني بدون اصابه صماميه مع استطباب لتمييز، اخذوا الابروفال تبعهم على هدول الدراسات. عملوا ثلاث دراسات نشروهم بال 2010 تقريبا، حاط الروابط 2009 2011، كلهم كان نون انفيريوريتي. حتى وحده من الدراسات تبع الابيكسيبان اذا بتقراوها بتلاقوا انه اثبتت الدراسه انه في سوبريوريتي، فهي الدراسات لما تكون معموله بشكل جيد ممكن تثبت سوبريوريتي. حقيقه ما خط بالموضوع بشكل كبير، بس هذا مجرد رؤوس اقلام عن الموضوع. يبقى نقطة وحيدة اني بدي احكي عنها، انه تتذكروا انها حكينا عن تحليل النتائج لما حكينا بالانتنشن تو تريت بدراسات السوبريوريتي، لازم اعمل انتنشن تو تريت، ما بصير اعمل بير بروتوكول. لما بصير كروس اوفر مثلا بدراسات السوبريوريتي بنحسبه ضمن الدراسة على اساس شو هو الاساينمنت، شو هو كان التخطيط لمجموعة المرضى. بهذا النمط من الدراسات النون انفيريوريتي انا عم قارن دواء بدواء، لما بصير كروس اوفر هذا الشيء ممكن يشوه النتائج. فطريقة تحليل النتائج هون انا بعمل intention to treat وبعمل pair protocol، لازم اعمل اثنين سوا، ولازم اثنين سوا يقولوا انه هذا الدواء فعلا non inferior لحتى يكون اخذ النتائج بثقة. ممكن انا احكي بعد عن دراسة جديدة مثلا صدرت من فترة 10 ايام عن البيب عند مرضى النون اي ار دي اس، مرضى اللي ما عندهم اي ار دي اس. الخلفية العلمية لهذا الموضوع ربما باختصار انه نحن بيوم من الايام كنا نعطي بيب 5 لكل المرضى. حاولت الدراسات الجديدة تثبت انه البيب الاعلى افضل لمرضى الارتس، وهذا موضوع نقاش او جدال طويل ما حخوض فيه، بس صار في توجه انه كل ما كان الحالة اشد صار بدها بيب اعلى. في ناس تبنت موضوع البيب العالي لجميع المرضى، وانا التقيت مع ناس واصطدمت مع ناس حقيقة بيعطوا بيب عالي 8 و10 و12 و14 لاي مريض حتى لو كان بعد عمل جراحي. فصار شبه نوع من التوجه انه نرفع البيب لجميع المرضى. فبدون ما في دراسه بالمناسبه، يعني ما في اي دراسه، صار نوع من الستاندرد اوف كير او خلينا نقول البراكتس الموجوده بدون ما يكون في ايفيدنس بيدعمها. فطلع علينا دراسه جديده جماعه هولنديين نشروها اظن بالجامعه من حوالي 10 ايام. دراسه بتقول عم تحاول تثبت انه اللو بيب عند هدول المرضى نون انفيرير للهاي بيب، هذا هو كان تصميم الدراسه، وفعلا اثبتوا هذا الكلام. اثبتوا انه اللو بيب هو نون انفيرير للهاي بيب، وبالتالي ما عاد في مبرر انه انا الجا للهاي بيب عند هدول المرضى. ممكن احط روابط الدراسات اللي حكيت عنها الاربعه، ثلاثه تبع الوارفارين والوحده تبع البيب، بس مجرد تطلعوا عليهم. ومره ثانيه بنصحكم ممكن احط رابط الاف دي اي اللي هو نشره الجايد لاينز تبع النون انفيريتي ترايلز، ممكن تطلعوا عليهم وتتوسعوا اكثر بالموضوع. السلام عليكم.